الله، الوطن، الحقيقة، الإنسانية، من هنا تبدأ الحكاية، حكاية هذا اللقاء. وأعود بكم بكبسولة الزمن إلى العام 1902، حينما قرر اللورد هيربرت كيتشنر أنه يخلد ذكرى تشارلز غوردون من خلال تعليم أبناء السودان، فكان ذلك الصرح وذلك الرمز السوداني الكبير. وبالرغم من أن الحكومة البريطانية رفضت تمويل ذلك المشروع، إلا أن أغنياء بريطانيا دعموه ب 111 ألف جنيه استرليني، فكانت اللبنة الأولى. وكان التصميم من نصيب المصمم اليوناني أو المعماري اليوناني ديمتري فابريشوس. طبعا كان المعماري الخاص بالخديوي عباس حلمي، وصمم له قصر السلاملك بالإسكندرية الشهير، وكان ذلك التصميم الرائع الخالد على مدى الأزمان. صارت كلية قردون، ومن ثم جامعة الخرطوم بعد الاستقلال المجيد 56، فصارت واحدة من أعرق الجامعات في إفريقيا والشرق الأوسط. بالرغم من أن المناهج التي وضعت كانت تخدم سياسة الحكومة البريطانية أو بريطانيا العظمى، ولكن خرجت عديد من الثوار، ليس فقط على مستوى السودان. فنحن لا نذكر فقط الزعيم إسماعيل الأزهري أو محمد أحمد المحجوب، ولكن نذكر أيضا اللواء محمد نجيب الذي كان الجلاء الشهير لوادي النيل على يديه. توالت بعد ذلك الانتفاضة 64، الفريق إبراهيم عبود، ومن ثم جعفر النميري أو المشير جعفر النميري 85، وآخر نظام ديكتاتوري عمر حسن أحمد البشير، كيف لا، وآخر رئيس وزراء أو الرئيس الوزراء 15 دكتور عبد الله حمدوك، وأيضا من خريجي هذه الجامعة. إذن نحن في رحاب جامعة أم النخيل كما يحب طلابها تدليلها، أو الجميلة ومستحيلة، مع بعض أبرز خريجي هذه الجامعة، نستعيد معهم الذكريات والحنين، وماذا أو ما هو وضع الجامعة ما بين الأمس واليوم. فأهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. أول ضيوفي، طبعا ما شاء الله كل ضيوفي سيرة ذاتية عطرة وممتدة. أرحب أولا بالبروفيسور محمد المهدي بشرى، حاصل على بكالوريوس الآداب جامعة الخرطوم يوليو 1971، تخصص لغة عربية وتاريخ، ودبلوم الدراسات الإفريقية والآسيوية معهد الدراسات الإفريقية. ويمكن من أبرز السيرة طويلة كما ترون، يعني ما شاء الله، لكن ما يهمني في هذه اللحظات إنه يعني جامعة الخرطوم شعبة الفلكلور في المصنع، ودكتوراه الآداب تخصص فلكلور توظيف العنصر التراثي في إبداع الطيب صالح له الرحمة والمغفرة أكيد، ومعهد الدراسات الإفريقية والآسيوية ديسمبر 89. السيرة طويلة، لكن أنا أخذ المقتطفات اللي بتهمني في هذه الحلقة. مرحبا بك يا بروف، ومنورنا كثير، وكل عام وأنت بخير. كل سنة طيبة، وشكرا جزيلا للترحيب. وأنا سعيد جدا يعني باهتمام قناة الهلال الكبيرة والعظيمة بجامعة الخرطوم بتاريخها، وسعيد أن أشارك في هذه الأمسية الطيبة، يعني شكرا جزيلا. نحن أكثر سعادة، وأنت أيضا صرح من صروح العلم في بلادي، تضاهي جامعة الخرطوم في روعته وفي تاريخه وفي عراقته. يمتد ترحابي أيضا على غير المعتاد اليوم، يمكن احتدنا أنه نرحب به بالجانب الفني، الشاعر الشفاف المرهف، ولكن اليوم بصفة أخرى أرحب به الأستاذ كامل عبد الماجد. هو خريج جامعة الخرطوم، أيضا كلية الاقتصاد ودبلوم التنمية من جامعة برمنجهام، والماجستير طبعا في تخطيط التنمية من جامعة لندن. لكن القاسم المشترك بين كل ضيوفي اليوم هي الجميلة والمستحيلة. مرحبا بك يا أستاذ كامل، وكل عام وأنت بخير. مرحبا بك، وكل عام وأنت بخير، وكل عام وجميع المشاهدين داخل وخارج السودان بألف خير. نحن بنشكرك وبنشكر هذا التيم الذي يصور ويعني يضبط في الكاميرات، ولكن داخل جامعة الخرطوم في ردهات مكتبة جامعة الخرطوم نحن الآن، ودي مسألة والله بالنسبة لنا نحن بيشرفنا جدا جدا، ونشكركم ونشكر يعني قناة الهلال على هذا الصبغ الجميل جدا أن يكون الحديث عن جامعة الخرطوم داخل جامعة الخرطوم. أفشي للمشاهد السر، وأنا رأيت دموع أستاذ كامل أمام كلية الاقتصاد، وبيقول لي ذكريات، عادت لي ذكريات فجأة وأنا دخلتها دون العشرين،
والآن عادت كل تلك الذكريات حنتكرها معا إن شاء الله من خلال الحلقة، وأكيد إحساس مختلف. نعم والله. بتزور الجامعة من حين لآخر والكلية؟ يعني طبعا شغلتنا الحياة، ولكن كل ما يعني لفترة طويلة كان مكتبي الوصول له بشارع الجامعة. نعم. فكل ما أجل المدخل بتاع قهوة النشاط وأتذكر يعني أيامنا نحن كنا نرفل في أثواب الشباب، يعني مهدي بشرى وأنا وأخونا ولا زلتم شباب وأتذكر الجامعة وأتذكر الذكريات وأتذكر زوجتي التي وجدتها في جامعة الخرطوم وأحببتها وتزوجتها. الليلة قلت لها تمشي معنا جامعة الخرطوم نعيد الذكريات، وأدخلك معنا عشان نعيد الذكريات يعني. فكانت حكاية جميلة. يا ريت لا زالت هذه الزيجات تتم، وكمان الاوتدور دي ما اظن عملتها يا استاذ. لا اوتدورت بس في الاعداد يتم على بنشات الجامعه تخليدا للحب اللي نشا بين اروقه الجامعه. اكيد امتدت ارحابي ايضا بالبشمهندس المستشار عبد المنعم محمد علي، وبكالوريوس هندسه ميكانيكا كليه الهندسه جامعه الخرطوم، وماستر اداره الجوده الشامله بجامعه السودان. كما ذكرت هو كاتب في عدد من الصحف اليومية أيضا، ومحكم بالمؤسسات بالنموذج الأوروبي، ومدرب بشهادة من المعهد الأمريكي للدراسات المهنية، وسيرة طويلة جدا ممتدة. ولكن كما ذكرت ما يهمنا اليوم أنه كل ضيوفي هم من خريجي الجميلة ومستحيلة، منورنا كثير. أهلا الأستاذة سهام عمر، وأنا سعيد جدا بهذه الجلسة وهذا الحوار مع الإخوان الأخ كامل والأخ مهدي. وطبعا نحن كنا مع بعض يعني الأيام دي يعني تقريبا في نفس الدور. وأشكر قناة الهلال والمشرفين على هذا اللقاء، على يعني أنهم سمحوا لنا بهذه الفرصة الطيبة. والحقيقة الذكريات في الجامعة هي ذكريات يعني لا تنسى. وأنا دخلت الجامعة في 64 الحقيقة شهر 7، بعد 3 شهور قام ثورة أكتوبر. عشان كده كانت بالنسبة لي الثورة هزتني هز شديد. أنا ما كنت بعرف حاجة غير هلال المريخ بأمانة، يعني كنت من رخابي، لكن روحي كنت إلى الآن من رخابي، لكن أنا كان يعني تقريبا زي ما بقول روحي رياضية. أنا من رخابي بحب جكسة وبحب جكسة بتاع الهلال وكده. وعلى الجامعة خرجت أساطين الكرة السودانية. قدورة كان معانا في المريخ كان في الاقتصاد، كذلك بني. فيوسف مرحوم كان في النيل، كان هنا برضه موظف وكده. فالحقيقة السفير علي جاجرين عمر النجي ومرحوم وحبشي، عدد من الأسماء. حبشي كان نعم. في الأول كان في الآداب أظنه أول واحد كان حبشي. فالحقيقة ذكريات لا تنسى. وبعدين أنا قلت لك هزتني صوت أكتوبر، لأنه أنا أساسا ما كنت بعرف حاجة اسمها سياسة لغاية ما جينا هنا وحضرنا الاستشهاد الغرشي، ومشينا ثاني يوم في الموكب، ولغاية ما صلينا عليه في الميدان بتاع المولد في الخرطوم، ولغاية ما ساقوه القراصة وقام صوت أكتوبر. كانت ذكريات جميلة جدا يعني. يا باشمهندس خلينا نرجع يعني من خلال الحلقة نستذكرها مع بعض. وانت بهمك جدا انه اكتوبر والاحساس الاول بانه طالب وجاي من الحياة العامة وفجأة وجد نفسه امام مسؤولية سياسية اكتوبر، دي نقطة مهمة جدا مفترض احنا نتحدث عنها. يخلينا نرحب ايضا بضيفي الرابع، واحد من الفنانين الشباب الاسماء المميزة جدا في الساحة، وجد قبول بين الطلاب والشباب والشريحة الشباب بصورة عامة وكذلك من الكبار، فكان لابد أنه يوقع معنا في الحلقة دي. علي ساجوري كل سنة وإنت طيب. أنت طيبة يا أستاذ سهام، أنا سعيد جدا وبحيي كل المشاهدين وكل عام وهم بخير. تحية لكل الأساتذة والفرقة الموسيقية، تحية لقناة الهلال لإتاحة الفرصة الجميلة دي. على طول عاوزين عيدية قبل ما نبدأ، تدينا إيه؟ طيب حنسمع بدر الحسن، هي كلمات شاعر الطيب السماني وألحان الفنان الراحل أحمد الطيب خلف الله. نسمع، تفضلوا الشباب. موسيقى
صباح وليلي لحالك بقى صباح بدر الحسن ليلة ولا طيب منا العالم وارتاح ليلي لحالك بقى صباح بدر الحسن ليلة الحور تقول نزلوا ليلي ويوم جيت نار بين اندهلوا شفت الحور تقول نزلوا ليلي الحال جمال الحارس من جهلوا أي جمال الحارس اي زمن ابتلوا ليه ويرمي بنانه للضباح ليلي حالك بقى صباح بدر الحسن ليلة ولا طبعه خفيف قل خصاله انه عفيف اي لطيف وخفيف ودمه ظريف قل خصاله انه عفيف وليل الحال جمال الفطر دون تكليف جمال الفطر دون تكليف يزيد كل يوم يزيد كل يوم ويزداد ريدي كل صباح ليل الحال كبقى صباح بدر الحسن ليل ولاح الحور تقول نزلوا ليلي أنا جيت يوم مار بعند هلو شفت الحور تقول نزلوا ليلي الحال جمال الحارس من جهلو يا جمال حارس من جهلوا اي زمن ابتلوا لي يرمي بنان للطباح ليل الحال بقى صباح بدر الحسن ليلة ولا ارتاح ليلي لحالك بقى صباح
مرتاح وليل حالك بقى هيا طيب من العالم وارتاح وليل حالك بقى بدر الحسن ليلى شكرا علي والفرقة الموسيقية بقيادة الجميل طبعا الموسيقار إسماعيل عبد الجبار وأكيد لنا لقاء معكم آخر من خلال الفترة المفتوحة بروف هل لا تزال جامعة الخرطوم جميلة ومستحيلة؟ سؤال عرضي شكرا هي لا تزال جميلة ومستحيلة نعم صح حكم الباي دمر أي شيء لكن ما زال نسبية جامعة عمرها أكثر من 100 سنة ببنيات ضخمة جدا بتاريخ عريق جدا هتظل جميلة ومستحيلة برغم التدهور خروج من التصنيف العالمي برغم من شهادتها لم تعد كالمحتاد أو كما كانت سابقا عالميا لكن لا تزال هي وعالميا دي معايير طبعا صحيح نعم ممكن لكن هي أصلا المصريين دون 3 جامعات إسرائيل فيها 3 جامعات جنوب أفريقيا الدول الأفريقية أغلبها ما عندها جامعة أفريقيا عندها 3 اللي بيرفع الأسهم والدرجات إذا كانت جامعة جابت نوبل المصريين طبعا في زويل والبرادعي هذول جابوا نوبل أحمد زويل عالم الكيمياء المعروف نعم الإسكندرية نعم فغير كده البحث بتاع الأساتذة نسبة الأستاذ الطلبة المكتبة البنيات التحتية القاعات المعامل إلى آخره وده طبعا مع الأنظمة البايدة كلها دهورت كثير جدا لكن برضو في ناس بتخرجوا في مستوى جامعة الخرطوم قبل سنوات أخونا صديق عمر صديق فاز طلب جامعة الخرطوم على جامعات عالمية في المناظرات نعم في الدوحة صحيح ودي منافسة عالمية فيها من ماليزيا ومن وين ومن قطر والتحية دكتور الصديق استضفنا بذلك الخصوص أذكر فلكن نعم. ده نحن بنتمنى مع الديمقراطية بإذن الله ومع إدارة الجامعة الجديدة إنه مش يعود للجامعة بس يعود لمستوى التعليم في السودان كله لانه لو الاساس والثانوي وكل اذا الناس ما جوا بمستوى كويس ما بيقدروا يحصلوا تعليم في الجامعه بمستوى كويس يعني ما جامعه خرطوم طبعا لما انشئت كانت اول 3 جامعات افريقيه في ماكريري وفي جنوب افريقيا وانشئت طبعا اول حاجه كليه الطب كليه كوتشنر الطبيه فلما الانجليز مع كلية الطب دون مقاطعة يا بروف أول كلية في إفريقيا تقوم بمناهج متكاملة متناسقة خاصة لا تتبع لإنجلترا لا مع بعض لا تتبع لإنجلترا لا لا تتبع طبعا لا إنجليز عملوه لكن المهم إنه لو الإنجليز بدوا يجوا شعروا أنه عايزين متخصصين أطباء يتخصصوا وكان في حاجة للتخصصات ونظروا في 3 كليات اختاروا جامعة الخرطوم يجوا الطلب من الجامعات الأفريقية الأخرى عشان يتخصصوا فيها بالتالي ده كان بيوري الإمكانيات ولحد نهايات جعفر نميري كان أي طالب يتخرج في كلية الطب جامعة الخرطوم ممكن يمشي إنجلترا يتخصص طوالي كامل بيعرف الكلام ده وعاش في إنجلترا نعم. بتقدم للمجلس الطبي تقول لا تخرج جامعة الخرطوم لأن الامتحان أصلا بيجوا كامبريدج وأكسفورد والجامعات صحيح. الإنجليزية صحيح انضمت لكامبريدج فبيمشي يسجل في المجلس الطبي بيلحقوه بأي مستشفى ل6 شهور سموها لوكم ولا حاجة زي دي بعد ذاك بيمتحن وما كان بيزبط يعني معروف مستوى الطبيب السوداني أنا عاوز ذكرياتك أنت بيمتحنون إنجليزي نعم جدا ذكرياتك أنت أول أوكي. يوم جداً. وطأت جامعة الخرطوم طيب. وكانت هي الجميلة المستحيلة أوكي نحن طبعا كنا دفعة شاذة جدا نعم لأنه كنا عدد 200 طالب وطالبة وفيهم 60 طالبة يعني كل واحد بصادقه 3 من زمان هو العدد مرتفع لا لانه الدفعه دي انجازات طلعت فريد الحكم العسكري نعم عملوا مدارس كثيره جدا ما كان المدارس الثانويه غير المؤتمر الثانويه والسودان عطبره حنتوب خورطقت والثلاثي وادي سيدنا طلعت فريد لما جاء عمل في كريم في اي مدينه سودانيه عمل
في مروي في شندي في سنار في كده إلى آخره. فحتى عبد الطيب ما كان عايز ياخذ، كان عامل الآداب. المهم أخذونا بعدها كنا 200، ودي كانت مشكلة، فكانت دفعة كبيرة. مين أبرز دفعتك الآن في الساحة؟ كثيرين جدا. لا الناس اللي اللي جدا دفعتي فيها شاري محمد محمود، فيها خالد عبد المجيد الله يرحمه، فيها الخاتم عدلان، فيها مروان حامد الرشيد، فيها شرف الدين الأمين عبد السلام، فيها معاوية عبد المجيد، فيها ناس برزوا بعد ذاك ومشوا كثير. يعني خالد ده كان الله يرحمه من أميز أساتذة اللغة الفرنسية، يعني لأنه أصلا جو بمستوى كويس في الثانويات. نعم. وبعد ذاك في السياسة، في الكورة، في الشعر، في الأدب، يعني ناس مروان ديل كانوا بيترجموا الشعر الإنجليزي، ولأنه أصلا لقينا أساتذة ممتازين. يعني وأساسا بداية النكبة كانت في أنه تعريب المناهج في مطلع السبعينات بالتأكيد، حتى لإثبات أنه الجامعة الهوية العربية الإسلامية ولكن أضروا بالجامعة كثيرة بالتأكيد. دي كانت حاجة بداية النكسة. أنه سمحتي عبد اللطيف عنده نظرية أنه أولى يدرسوا أميز الأساسة لأنه ده التأسيس. نعم. يعني كانوا درسنا عبد اللطيف أساسة مصريين ما سهلين، اسماء كبيرة جدا، لقينا اسم احمد عبد الحيدي الاساتذه، ناس علي عبد الله. الستينات والسبعينات معظم الاساتذه لم يكونوا سودانيين. لا صحيح؟ بالعكس بدوا سودانيين اكثر، في خواجات في فرنسيين في انجليز في، لكن السودانيين بدوا يكونوا الاغلبيه. مسكوك بتاعت الانجليزي دي لقيناها طبعا لانه كانت كبيره جدا نزلت نفسها للعلم. ايوه. بعد ذاك لقينا مثلا مس هوتشكين اللي كان بيدرس تاريخ، دي ابوه وامه واخدين جائزه نوبل الاثنين ماخذين، امه ماخذها في الكيمياء، ابوه ماخذها في اديوكيشن حاجه زي دي. فكان حتى الانجليز اللي بيجوا اميز الناس، المصريين اللي يعني من الاساس يمكن كامل يكون عاصر احسان عباس. نعم. يعني احسان عباس ده لما درس الادب الاندلسي عمل فيه 5 كتب وحقق فيه كتب. يعني احسان عباس طبعا عمل بعد ذاك ذكريات الرائب، يعني ما كان بيجوا ناس ساكت، يعني ناس بيتنافسوا عشان اشتغلوا في جامعة الخرطوم. نعم. نحن نتفق انه يكفي انك تكون جامعة طالب بجامعة الخرطوم لتكون عبقري. شكرا. علي يمكن مسكوك دي قصتها جميلة جدا، اللي هي توفى او حزينة للأسف عاطفية، توفى خطيبة في الحرب على ما اعتقد يا بروف، فنزلت حياتها للعلم وللتدريس وكانت موجودة هنا. الفنون بترسخ لنا الأشياء دي دائما، والعلاقات العاطفية الجميلة واللي بعد كده ممكن تنشأ منها مجالات جميلة تخدم الإنسانية، دي ميزة الفنون صحيح؟ أكيد طبعا. يعني الفنون لها دور كبير في كافة المجالات في الحياة، يعني زي ما قلت يعني بترسخ العواطف والأحاسيس. بتغني أغنيات قصص حقيقية ولا كيف؟ والله في تحرص يعني على كده على في الانتقاء؟ والله في 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 معظم القصائد مكتوبة من قصص واقعية أو حقيقية. هنسمع واحدة حقيقية الآن؟ والله من خلال الحلقة هنسمع واحدة. طيب نسمع يا سمعنا مباشرة. طيب حاليا هنسمع التوب. أنا بترحم على الأستاذ الكبير علي إبراهيم اللحو، هي من أغنياته. الله يرحمه ويخليه. له الرحمة والمغفرة اللحو، يعني برضو يعني ساق ويدان الشعب السوداني بعدد من الأغنيات، وكان عنده تسجيلات كبيرة على قناة الهلال، وصديق دائم للقناة بنترحم عليه وبنقول له يعني اللهم ارزقه الفردوس الأعلى دون حساب أو عقاب. نسمع. شوف عيني الحبيب الليلة لابسة الثوب زاد جمالك هيبة يا المحبوب. اختارت ثياب من سجمة الألوان.
زوجة جميل لبسه كان برهان. يا اخوان الجمال يا ناس الجمال، الجمال يا ناس الجمال، وين الجمال يا ناس الجمال؟ ويا اخوان الجمال موجود في كل مكان، لكن الجمال خرطوم السودان. شوف عيني الليلة عم بتدوم، في كل البنات ما بشوف قدره. هي الشافوه جنو، هي جنو الليلة جنو، هي جنو الشافوه جنو، جنو ما مستروا وقالوا الزول دعالي احنا ما قدروا. شوف عيني الليل عم بتدوب. ومتحشم أديب ما قصده يغرينا، ده متحشم أديب ما قصده يغرينا. نظرات العيون والله تكفينا. في زايد في الجفا يا ناس الجفا، في الجفا ويا ناس الجفا، زايد في الجفا ويا ناس الجفا. وما دايري راضي وكل ما ضمنا أرض سرينا وبرقينا. شوف عيني الليلة عم بتدوب. جمالك زينة، هي التوب ذات جمالك زينة، هي التوب ذات جمالك، التوب ذات جمالك، هي التوب ذات جمالك، التوب ذات جمالك، هي التوب ذات جمالك. الليلة عم بتدوب، دوب ذات جمالك هيبة يا المحبوب. المساحة الانتقائية من خلال الجميلة المستحيلة في رحاب وأروقة جامعة الخرطوم وتلك الذكريات، وأستاذي كامل عبد الماجد لازلت شاردا بتلك الذكريات والبدايات الأولى، وانت حياتك تشكلت هنا، خاصة انه شريكة حياتك التقيتها هنا. أول إحساس لك في جامعة الخرطوم وكلية الاقتصاد وكل طالب يحلم بها نجمة بعيدة، كيف كان الإحساس وكيف كانت البدايات؟ دخلت في سنة 66، نعم، يعني قدامنا البروف مهدي بشرى يمكن أقوم مع عبد المنعم 65 66 65. وكانت كلية الاقتصاد أصلا جزء من كلية الآداب، ولكن البروفيسور العبغري سعد الدين فوزي يعني عمل على أنه يفصل كلية الاقتصاد من كلية الآداب.
وبعدين طبعا يعني نجح نجاح باهر واصبح عميد اول عميد لكليه الاقتصاد. نحن طبعا ما حضرناه لكن حضرنا البروفيسور عمر عثمان الذي اصبح اول مدير لجامعه الخرطوم هو نصر الحاج علي 58 على ما اعتقد صح؟ نعم. نصر الحاج علي احنا لقيناه نعم نحن سنه 65 لقينا نصر الحاج علي وده كلام بالمناسبه شوفي نصر الحاج علي هو الذي سودا المدير الانجليزي اداره الجامعه نعم نعم ونصر الحاج علي هم ديل اصلا كانوا يعني اساتذه في بخت الروضه والذين ذهبوا الى بيروت يعني اول دفعه مشت للجامعه الامريكيه لبيروت ده نصر الحاج علي الذي اصبح مديرا لجامعه الخرطوم والذي نجح نجاح باهر في فترته اللي هي كانت 8 سنين يعني طور فيها الجامعه واستلم بعده البروفيسور النذير ضفاء الله. نحن يا عبد المنعم حضرناهم الاثنين نصر الحاج علي هو من 58 لا 8 تبقى 66 نعم اي صح وبعده النذير ضفاء الله وبعده عمر عثمان بعد النذير تمام عثمان البارح وعبد اللطيف وبعده عبد اللطيف لفتره فكان طبعا شعور لا يمكن يوصف يعني انا دخلت كليه الاقتصاد ودخلت جامعه الخرطوم ودي ما يتقبل تفضلت كانت جامعه الخرطوم فعلا جميل ومستحيل تتباهى وتمشي وكانك انت يعني طالب في هارفارد الكرد بخشبه وجامعه الخرطوم ما كانت باقل من هارفارد الزمن ذاك والبروف مهدي قال لك كانت الثالثه في افريقيا نعم يعني يا اخواننا نحن اسعى من نجلس قدام جامعه حتى التصميم على فكره هو الخامس على مستوى العالم من نعم. اجمل التصاميم نعم. من اكثر من 13 تصميم هو اختير الخامس يا استاذه هذه الردهة نحن الآن فيها نعم. وننظر إلى جامعة الخرطوم ولهذا الصرح المشهور نعم. واللي قدامه الرويال بالمي ده نعم. 1902 أنا أبوي يتخرج من كلية غردون ونحن بعد بفترة طويلة نجي وأولادنا بعدنا جه وكلهم وبناتنا يتخرجوا من جامعة الخرطوم كتبت يعني الكلام ده شنو؟ والله أنا طبعا كتبت شعر وشعر كثير يعني ويعني في اشياء كثيره جدا جدا كتبت في السلام كتبت في يعني اولادي دي كتبت لا ما يختص بجامعه الخرطوم او ذكرياتك بجامعه الخرطوم كتبتها اول حاجه اقدر اقول لك حاجه يا استاذه نعم. انا كل الغنى اللي اشتهرت به ويتغنى لي وغنوا الفنانين الكبار كتبته انا في جامعه الخرطوم امانه عليك يا تاه الخصل وغناها حمد الريح الذي كان يعمل هنا في مكتب جامعة الخرطوم غنى الأغنية دي واشتهرت سيد اللسم وغنى أحمد الجابري واشتهرت حال الدنيا وغناها أبو عركي دل عيونك واللواحة وغناها جيلان الواسق أخليك يا سلام وغناها محمد مرغني دل كله إن أنا طالب في جامعة الخرطوم هذا أكتوبر بتاعتك أكتوبر لا أكتوبر بفضل الله لا مش أكتوبر مش بتاعت بفضل الله أنا بقصد بتاعت عاد اكتوبر عاد اكتوبر عاد الله وجد الرب لا ما عندي اكتوبر يعني وكتبت تقول يعني لقائك بالفنان حمد الريح كان هنا من خلال من خلال الجامعه الثنائيه نعم. بدت من هنا او اللقاء الاول أول كان اللقاء الاول انت اللي مشيت له قلت له انا عايزك تغني لي ولا هو كان فنان مشهور في حين لا هو غنى يا ماريا وغنى يا قلبي يا مقتول كمد اللي هي لمسافره ديل اشتهر جدا جدا واصبح يعني مشهور لحد فقمت جبت لك تايه الخصل واديتها له ف طب سمعنا تايه الخصل نرجع بالذكريات ما دام هي كلها الذكريات اليوم والله دي بتقول امانه عليك يا تايه الخصل ويا خير عم في دروب عمرنا الضايع هطل ان احنا 200 عرفناك و200 الكل ما داير انه يحصل داس مشاعرنا وحصل شناك شمعه نسقيها الحنان ونصون ضوها ما فتن وغنيناك امال شارب روعتنا وحنان همساتنا لابسه ضي القمر وغنيناك آمال متخيب ريانة تنضم نجمة نجمة وتغذي للآهات عقود مليانة بعرق السهر يعني هي أغنية تستمر كهذا يعني نعم الذكريات والله شكرا لك طلب خاص من الباشمهندس ذات الجابري لطيفة سيد الاسم ذات الجابري
الجابري شوية طوالي واحد يبغى الثاني وخلاص ما مشكلة نلبي طلبه تفضل. مرات أقول أديه كلمة زايلة حبة عتاب وكلام عذاب أنا عارفه ما بتحمله علشان أشوف خده الحرير الدمع جاري يتبلله لكني قبالة بدبي لحظات أجيف أتأمله اللفته والضحكة اللي بتاخد من عيون النوم شهور وتجفله والرقة والإحساس وتغريده الحلو وانسى العتاب اللي كنت ناوي أقوله وارجع منهزم كل ما الجميل لي يبتسم أنا في العيون ببني له دارين من مودة ومن منى وبضمه في قلبي انبساط ومحبة فياضة وهنا ما ردت غيره ولا هراد زورا سواي أبدا أنا نظراته كيفنا وصفة دل في عيوني مدونة وهمساته أحلام القماري الرجع للعش والجنة وبسماته لو شفت البروق وقتين تشع ترشح سنة والضوي والليل انهزم بس شفته وقتين ابتسم الدنيا يا ناس تنقسم. والله دي أصعب ابتسامة تهزم كل حاجة. من الابتسامة مباشرة إلى علي. الغنى يعني بياخذنا لعوالم أخرى والكلمة صارت أمضى من السلاح في إن تحيي أو تميت. في كلمات بتحيي وفي كلمات بتميت. انتقاء الكلمات والمفردة لكل فنان أمانة كبيرة جدا ومسؤولية وممكن تخليك في القمة وممكن تهبط بك. المسألة عايزة المعادلة صعبة. والله فعلا يعني الاختيار بتاع الأغاني لازم يكون يعني بتناسب مع الفنان مع إمكانياته الصوتية. بعدين يعني الغنى الجميل يعني بيقعد ويعني بيستمر بدليل إنه أغاني الحقيبة يعني موجودة لحد الآن والناس بيغنوها بنفس الإحساس يعني. بعكس الأعمال ممكن اللي بيقولوا عليها الهابطة وكده ما يعني الفرغة أيوة تعمل لك شغل لحظات وبعد كده بتنتهي بالضبط. نسمع حقيبة ولا نسمع إيه الآن؟ نحن حنسمع أنا من هنا بحب أحيي الأهل والأحباب في مدينة طابة الشيخ عبد المحمود. نعم أنا من مدينة طابت اليوم التحية بنقول لهم كل سنة وإنتوا طيبين كل عام وهم بخير. هنسمع حنين اللي عشته في طابت هي كلمات الشاعر الكبير عبد الباسط عبد العزيز الحان الفنان الراحل أحمد الطيب بالتحية لأسرته. نسمع شباب في غناك
النشوة ويا نضارة زهرة ريانة ليه جفيتي وجرتي يا فلانة ليه رميتي فرحة في صبانة ويا ناس يا ناس يا لا بذرت العطف في قلبي بذرت أي بذرت الفرحة في قلبي بذرت الفرحة أي وحدي جرتي عن دربي يا معاني الخطوة في دربي لدياركم روحي تشابت يا ناس يا ناس حبيبي عشتوا أي حلال سيدة معوذ الريح وحلال سيدة معوذ الريح ليل اي بلاكم ليل يا اصله طويل انا والفجر في ترتيل تهانينا شباب طابت تهانينا اي تهانينا 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 حنيني العشت في طاب من جديد كل عام وأنتم بخير ولازلنا في هذه المساحة الضاوية أروقة جامعة الخرطوم وهل هناك أفضل من ذلك أو أحلى من ذلك أجمل الذكريات مع خريجي هذه الجامعة العريقة وهذا السرح العملاق أكيد باش مهندس شردت بالذكريات مننا ويمكن نحن بدينا معاك الخطوات الأولى كانت في الجامعة وكذا وإنت مصير على حتة أكتوبر كانت صدمة في حياتك بصورة كبيرة عشان تشكلك سياسيا وتغير من تفكيرك الطالب البسيط اللي جاي من الثانوية أو من الحياة العامة إلى الجامعة والحياة السياسية جامعة الخرطوم خرجت محمود محمد طه وخرجت حسن الترابي وكثير كثير من الأعلام في المجال السياسي من هنا نبدأ أركان النقاش أنا فعلا من دخلت الجامعة زي ما قلت دخلت زول زي ما قلت لك لما افتح الجريدة بفتح امسك الجريدة بفتح صفحة الكورة الهلال غلب المريخ غلب مش عارف ما يدبره هما يكسر من رياضي للسياسي مباشرة ده لما جيت هزة 9 اكتوبر بقيت اعرف دور الخريجين وما بعرف والشيوعيين جابوا فيها 11 وما بعرف والاتحادين 2 وبتاع وشوية شوية جريدة الميدان وجريدة الأمة وجريدة الاتحاد وبتاع بديت شوية شوية اقرأ في الجرائد وعارف السياسة وكان الورش الشهيد الأول وكان الورش الشهيد الأول جيت لقيت أول حاجة في الجامعة في الشاعر فضل الله محمد الله يرحمه عمل قصيدة أكتوبر 21 ده محمد الأمين هو معه من مدني صحيح أكتوبرية الشهيرة أول مرة بغني أكتوبر 21 أداه القصيدة الثانية بتاعة أكتوبر بتاعة المجد للآلافي الآلاف تهدر في الشوارع يدق زاحفها قلاع الظلم والكبت الطويل والكبت والظلم الطويل ده فضل الله الله يرحمه بعدين طبعا في صلاح ابراهيم برضو الدوردي وفي الفيتوري الدوردي
لو لحظة من وسنين، وقبل لحظة من وسنين كان وردي غنى لأكتوبر في أول أيام اللي هي أصبح الصبح وهكذا. الأكتوبريات والملحمة كانت هي أهم نقطة شكلت الفن السوداني. الملحمة كان محمد المكي إبراهيم أكتوبر الأخضر، ثم جاءت الملحمة الصديق وهكذا. ده كله عشناه، ده كله حول حياتنا من زول كان يعني ما عايش حياة عادية، الكورة ومعارف ايه والسينما والمسرح وبتاع، حتى المسرح ذات الوقت داك ما كان لسه يعني ازدهر، الى ابتدينا نتفتح على السياسة. جينا لقينا اتحاد طلاب جامعة الخرطوم واجعل صورة اكتوبر والبيان الاول ان اتحاد طلاب جامعة الخرطوم لا يعلم الظروف الحرية التي تمر بها البلاد من جراء فقدانها للحريات الديمقراطية وترديها في بؤرة من الفساد والفوضى والإفلاس. ده كان البيان بتاع اتحاد الطلبة اللي منه حصلت الندوة وحصل الموت الغرشي وقدمت الجامعة الشهيد الغرشي، وكان هو شهيد ثورة أكتوبر، أو الجامعة كانت زي ما بيقولوا أجعلت شرارة ثورة أكتوبر. بعد ده ابتدينا نشوف التنظيمات، نحن كنا في تنظيمات الوسط، بس محمد نوري بروفيسور محمد نوري الأمين دور ديمقراطي اشتراكي والأحزاب الوسط اللي بقت الجبهة الاشتراكية، وفي ناس تاني في جبهة ديمقراطية مع الشمعين، في ناس تاني في التيار الإسلامي، وكان كلهم يتضامنوا كلهم بجميع أنواع السياسية في الاتحاد ضد الحكم العسكري. دي كانت ملحمة يعني. من الوقت ذاك الواحد بدأ اتجاهه السياسي الوسط ده برا وطن الاتحاد. الشيء الثاني داير أقوله الجانب إلى أي اتجاه كان اتجاهك السياسي؟ في الوسط ده طبر الديمقراطي الاشتراكي اللي هو برا الوطن الاتحادي العسكري، وده سنة التجمع الاتحادي أصلا ضد المرغن. وين كان في أركان الجامعة فاكر؟ ها؟ ركن النقاش وركان ما كان قهوة النشاط كان؟ كان قهوة النشاط. بقول لك قهوة النشاط دي في النادي؟ في 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 لا كان قهوة النشاط دي فيها أركان النقاش بي الخاتم معظم عدلان. أركان النقاش الآن مش في شارع المين؟ أنا أسي ما بقى ما أقدر أقول لك لا أعرف قديما وين كان؟ أنا أقول لك قديما دار الاتحاد شارع النيل. قهوة النشاط دي وين يا كامل؟ قهوة النشاط كانت مين؟ قهوة النشاط في هذه اللسعة دي؟ قهوة النشاط دي شفتي؟ في الطريق دي كان فيها أركان النقاش بي الخاتم عدلان الله يرحمه اللي هو جو ديمقراطية وشيوعي، بيجي يجيف رجل فيلسوف يعني رجل كان بيقرا من اعلام الجامعه رجل كان مثقف ومشى في النهايه ما شاء الله انظر توفى هناك ولا ما توفى مخرج اظن هناك وكان مخرج كان هو ذات مخرج اخرج بعد تذكر يا كامل الجبهه الديمقراطيه كان عندها اثنين جمعيات ثقافيه جمعيه الصحافه الوطنيه جمعيه الفكره التقدمي وكان بيعمل مسرحيات وكان مخرجها مرات بيكون الخاتم يعني كان في حياة ثقافية راغية جدا جدا ما موجودة في السودان في برا وكان في حياة رياضية كان الميدان الشرقي بتاع الجامعة والميدان الغربي ما في زي الهلال ما عنده ولا المريخ لأنه كان منجل نجيلة وكان استاد أم درمان اللي لعب فيه في المجري أعظم مريخ في العالم تراب الهلال بيجي يتمرن هنا والمريخ بيجي يتمرن هنا في الجامعة لأنه ما عندهم ميدان الوقت ذاك نحن لما نيجي نشيل كتبنا وماشيين المكتب عشان نقرا المقولين في المريخ او الهلال عنده تمرين بنمشي نحضر تمرين الهلال حتى نمشي شو القرايه في كاس الليله الواحده بتاع الباسكت الاداره بتاعت الرياضه كان بتعمل كاس الليله الواحده بتاع الباسكت كان فيه فريق الجامعه يضاهي فريق المريخ في وندر بوزيو ويضاهي فريق لا فريق العمال شو عباس يضيف فريق الكاسوليك في تشارلز بوزديو ياهي فريق المكتبه الغبطيه في ساكرامنتو اللي هو الجارد بتاع الجامعه ولا زالت الجامعه تهتم بالانشطه الرياضيه والثقافيه لكن والفنيه لكن كان كاس الليل الواحد ذا ويندر بوزديو لما كان يجي من القاهره كان الوقت في القاهره بيعملوا له كاس الليل الواحد مخصوص لانه اسمه ساحر كره السله ويندر بوزديو شوفي زمان نحن كنا بنعيش مع ويندر بوزديو زي اخوان جنوبيين تشارلز بوزديو في الكاثوليك نادي الكاثوليك الشارع المتوطني قلعوا منه والأقباط كنا عايشين معهم زي أخواننا في نمرة 2 وفي في أي حتة تدعو للتسامح والسلة حتى بالنسبة للنساء وقصيدة يا سيدة لا الشهيرة هي كانت لعبة سلة في الجامعة لدكتور عمر محمود خالد والتحية بنقول له كل سنة وانت طيب القصيدة المشاكسة الشهيرة نعم
سيدة هي كانت لاعبة سلة لا هي نجمة من نجمات كرة السلة طالبات الجامعة كانت علي الآن نغني لماذا؟ أنا هقدم عمل خاص بعنوان مثل أم نسائي هي من كلمات الشاعر الشاب طلال التجاني أنا بحييه من هنا بقول لكم العام أنت بخير ومن الحاني اللي هي اللوم الدنيا عيد يا علي الله جات سماح مطلوب جات عتاب في لحظة عموما اللوم على قدر العشم نسمع الشباب ومن ثم نتواصل تفضل شن حرك علي جوايا حاول مرة شوف كيف ريدك أصبح كل شيء مثل أم نسايا مع الظروف لا 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 بعيد واملاك وحشة هم وخوف البعد ما كان بيدي والله بس كانت ظروف ومجبور افوت منك بعيد واملاك وحشة هم وخوف البعد ما كان بيدي والله بس كانت ظروف انت لو عارف علي ما بتوصفه توفي الحروف بعدك ازاني وزادني كي دمعات تحوم حولي وتطوف مثل ام نساء الناس ظروف منك شان عينك وجاني منك ملام سافرت أبني كالوداد أرجع وجيك شايل الغرام وأنا فدت منك شان عينك وجاني منك ملام سافرت أبني كالوداد وارجع اجيك شايل الغرام يا خسارة ما انتظرت عينيك شافت بديل سرعة وقوام يوم جيت لقيتك ما كالي ضاعت سنين الريت حرام مثل أم نساء الناس ظروف حربك علي قبلت شن حربك علي جوايا حاول مرة شوف كيف ريت
بيدك أصبح كل شيء. ما تلوم نسايا الناس ظروف. شكرا علي والفرقة الجميلة، ولازلنا معاكم، عيدنا بيكم ومعاكم أكيد أحلى، وفي رحاب الجميلة مستحيلة من داخل أروقة الجامعة يكون هذا اللقاء ما بين اليوم والأمس، وما بين الذكريات والشجن والحنين لضيوف الأكارم الموجودين معي اليوم بتواصل هذا اللقاء. أيضا التغينا ببعض خريجي هذه الجامعة وبعض المميزين جدا اللي قدموا لهم بصمة على مستوى مجالات عديدة في الحياة العامة السودانية، فكانوا حضور أنيق جدا على حلقتنا. نشاهد بعض إفاداتهم وبعض ما ذكروه من ذكريات ومن أمنيات لإعادة الجامعة لسيرتها الأولى. تفضل كنترال. رئيس الأمين محمد النور، أستاذ في قسم اللغة الفرنسية جامعة خرطوم. لما اشتغلت في جامعة خرطوم من 74 ما عندي أي استعداد أشتغل في جامعة، لو عملت جامعة خرطوم في الباب البغادي إلا في قسمين أنا فيه إن شاء الله. فالجامعة اللي نحن لما كنا فيها طلبة ونحن فيها أساتذة برضه كان عندها دور رياضي كبير جدا ودور ثقافي جدا في حياتي كطالب. دار أقول لكم جملة واحدة، أنا مفتكر من أكثر حتة شفتها ديمقراطية في السودان أنا انتخابات اتحاد طلاب جامعة خرطوم وانتخابات أساتذة جامعة خرطوم. ده أكثر حتة ما فيها، طالما نحن هسه ماشيين على الديمقراطية والله حق الناس يدرسوا التجربة بتاعت كيف الطلبة عند الجامعة معروفين منون الطلبة منه، بنقعد في الداخليات معروفين كل زول بيعرف الثاني، وبعدين بنصوت ما في تزوير الوقت داك، وما في بعدين كان في حاجة اسمها تمثيل النسبي. بعد ذاك جينا في النغابة، النغابة ذاتها ما نختار لها ساكت، نختار لها أستاذ لازم أداؤه كويس جدا، طلبته مبسوطين منه، أخلاقياته كويسة، عنده حاجة تانية غير التدريس بعملها. فلما نختار كنا في النغابة بنختار ناس ما فيهم كلام، بل بالعكس النغابة كان عم تلعب دور اجتماعي ودور سياسي ودور ثقافي، وطبعا الواحد يفتخر بأنه كان جزء من التجمع أو فكرة ذاته جاءت من جامعة الخرطوم. الوقت ذاك نغابة جامعة الخرطوم كانت نغابة فيها ناس يعني أمثلة، عدلان الحردل الله يرحمه كان رئيس النغابة، علي عبد الله عباس كان سكرتير النغابة، علي عبد الله عباس سكرتير النغابة، وهو نحن في العمر بيناتنا سنة واحدة، لكن لازم يتأكد من أنه نحن أدينا المحاضرة بتاعتنا، هو في قسم الإنجليزي ونحن في قسم الفرنسي، لازم يتأكد من أنه الطلبة بتاعنا اللي بحبونا، يعني كانوا براقبونا ناس النغابة، علموك المثل والأخلاق يعني، فكانت النغابة بتاع جامعة الخرطوم في الوقت ده يعني حاجة انتخابات حرة، صحيح كان فيها يعني ما زي الاتحاد طبعا كان بالتمثيل النسبي، لكن الجامعة بالغايمة المطلقة، فكنا بندعم فيها، ولكن النغابة لعبت دور كبير جدا جدا. والحقيقة جامعة الخرطوم دي أساسا السياسة بدت فيها هي تقريبا، فكان المظاهرات كل حكاية بتطلع من نادي الأساتذة، فأنا أفتكر نادي الأساتذة لازم يكون رمز من رموز السياسة في السودان. جامعة الخرطوم طبعا مكانتها معروفة، أستاذها كان معروف وما زال أستاذها معروف، صحيح الزمن ده كان جميل لأنه كانت الإمكانيات، يعني أنا بقول له أديك مثالين. المثال الأول الطالب، نحن لما كنا طلبة في جامعة الخرطوم الجامعة بتعرف الطالب بيكلف كم، بعد ذاك بقينا أساتذة في الجامعة وأنا بقيت رئيس القسم، القسم بيجتمع كل مرة في أول السنة بيعملوا الميزانية، أنت قسمك ميزانيته عارفة شنو، وتطلب هسه تكتب وما تكتب، يعني ما زمان ما في كتاب، يجي الوكيل بتاع الجامعة ويجوا رؤساء الأقسام ميزانية كل ثلاثة بس فلانية ميزانية كل ثلاثة فلانية، ناس يتقسموا القروش للمواضيع بتاعتهم، الدادين حاجات من برا وحاجات من جوا، حاجات بالاستليني وحاجات بالسوداني، كانت حكاية منتظمة جدا جدا. أنا سأتمنى جامعة الخرطوم تعيد تكوين اتحاد الطلبة بتاعينا بنفس الأسس القديمة، تعيد نغابتها، وده ده الوقت بتاع الديمقراطية الحقيقية اللي هي بدت في جامعة الخرطوم من وقت كبير. دكتورة وفاء علي محمود عبيد، خريجة كلية العلوم أونرز علم الحيوان في 83، وعاصرت يعني الحمد لله الجامعة في وقت كان فيه يعني تغيير كبير في المجتمع، في ثورات
الحراك بتاع انه الناس عايزه تبني البلد، انه عايزه الناس يعني في كان توجه وحراك كبير في البلد. فنحن الحمد لله حضرناه، ويعني جامعة الخرطوم كانت في الوقت ذاك عبارة عن شعلة من النشاط على كل الأصعدة، سواء كان على المستوى الأكاديمي أو كان على مستوى النشاط السياسي، على مستوى النشاط الاجتماعي. الجامعة صقلتنا، الجامعة ادتنا كثير، الجامعة يعني كان أساتذة الحيين منهم ربنا يطول في عمرهم والأموات ربنا يرحمهم، أدونا كثير وصقلونا وصقلوا شخصياتنا وعلمونا غير أن نكون ناس أكاديميين مهنيين، أدونا كيف نكون ناس عندنا أمل في الحياة وأنه كيف نقدر نغير الوضع في بلدنا إلى الأفضل. الأفضل من الأفضل أنا بشوف أنه يعني الناس قطعت شوط كبير جدا في أنها تحقق حاجات كثيرة للبلد. بس طبعا جات الحتة بتاعت 30 سنة اللي احنا فيها في مستنقع ما عرفنا أول من آخره، إلا إنه الحمد لله إنه الناس برضو بشبابنا اللي هم بيمثلوا امتداد لروح الأمل اللي احنا بالنسبة لهم أحس إن احنا آباء أمهاتهم، برضو شعلة الأمل أثمرت الوضع اللي احنا الجديد اللي احنا فيه. جامعة الخرطوم طبعا يعني بجد أصابة ما أصابة في 30 سنة دي دفنت لي في دمار شديد. يعني أنا اشتغلت يمكن قريب 10 سنوات في قسم الكيمياء الحيوية كلية الطب جامعة الخرطوم، وشفت يعني التدهور على المستوى جميعا، على المستوى الأكاديمي، على المستوى العملي. وأنا بفتكر الحاجة دي دايرة كمية من الشغل، ونحن أبناء الجامعة وبناتها على هبة الاستعداد إنه نساعد ونرد الدين. دين الجامعة في رقبتنا كبير، وأساتذتنا اللي علمونا ما علمونا إنه نقيف ولا علمونا إنه تقيف أب، لا نحن مفروض ندي لقدام، ونحن حاسة دي حاضرين عشان نواصل مع عيالنا ديل، نرجع للجامعة هيبتها. والحمد لله الجامعة الآن في أيادي أمينة وممكن تعمل حاجة كثيرة وممكن تقدم للمجتمع أحسن مما قدمته من قبل. عبد الرؤوف عبد المجيد حسين، مهندس كيميائي جامعة خرطوم كلية العلوم. جامعة خرطوم سابقا يعني نحن حاليا داخل جامعة الخرطوم، ديار من فؤادي كنت فيها، كلية العلوم هنا، المكتبة، المير رود، أشياء يعجز الإنسان أن يتكلم عنها. سابقا الجامعة كانت هي غمة من الغمم. سابقا كان الطالب في جامعة الخرطوم يشار له بالبنان. هناك حراك ثقافي سابقا في جامعة الخرطوم، فني، أدبي، اجتماعي، ثقافي. مقهى النشاط كان غمة الوعي، كان كل التيارات المتصارعة بتحرر جرائد الحيطية. الجامعة زمان بتقدم للمجتمع السوداني أشياء كثيرة، الشعب السوداني بيستفيد من الجامعة، الإجازات كل طلاب جامعة الخرطوم بيتحركوا في قوافل ثقافية، يجوون أنحاء السودان يقدمون النصح والإرشاد والتعليم، يقدمون الليالي الترفيهية، ويساعدون القرى في البناء والتشييد والعمران. هلا بكم من جديد، ولازلنا على شاشة الزرقاء والذكريات وجامعة الخرطوم، الجامعة منخيل رويال بلعم وكلية غردون سابقا، وأحجية كبيرة وحكاية لا تنتهي، كل ما فيها جميل. بروف من جديد برحب بك. وتحدث البشمهندس عن أنه أركان النقاش كان لها ما بعدها، ومعظم الانتفاضات كان قادتها من هنا. للأسف من 2010 ما في اتحاد لجامعة الخرطوم الآن لعدم اكتمال النصاب في الانتخابات، ده إلى أي مدى ممكن يؤثر على المشهد السياسي؟ لا، هو ما لعدم اكتمال النصاب،
طيب عندك راي اخر؟ الانغاز رفضت السيره الموجوده او العام قامت الانغاز نعم 89 ابطلت كل المؤسسات وعطت الديمقراطيه نعم اللي بتجي بانتخاب، ولما كان بيتم كان بتزوير ويكون ممكن التغليم طلبه في الجبهه الديمقراطيه او مخالفين عشان تتم الانتخابات، يعني انت بتعتغل خصمي نعم عشان افوز. وبعد ذاك يعني دريد حسن مكي قال التزوير ده اهم حاجه بالنسبه لنا، قال التزوير ده بالنسبه لنا عباده، يعني التزوير ايوه التزوير بالنسبه لنا في الانتخابات عباده، مش يعني قال ساكت مكتوبه يعني. المهم انه كل المؤسسات في جامعه خرطوم، نغابه المحامين، اطباء، المهندسين، عبد المنعم يرزق، كل المؤسسات او الاجسام الديمقراطيه تم حلها وتكسيرها وتزييفها، مش لانه ما بتم. لما اتعملت يعني بروفيسور عبد الملك الله يطرحه بالخير حرص انه يعمل قانون جديد، طبعا تركيبه الجامعه تغيرت لما بقت خارجيه وجات فيها القروش، بيقول الناس بيخشوا بالقروش، ودي حاجة أنا من المنبر ده لازم تقيف عشان يعود مستوى الجامعة الحقيقي، يبقى زول ما نجح في الامتحان ما يجي، ما يقول لي لا أنا بديه قروش أو ديل أبناء أساتذة، ده المعيار الوحيد هو الامتحان، نجح في الامتحان أحرز الدرجات اللي بتأهل للدخول جامعة خرطوم يخش، يعني ده لازم طبعا دي حتكون معي كبيرة لأنه حقول تدخل بحقك بس لانه ما ممكن يكون زول جايب 55 يدرس طب وزول جايب 84 لانه ما عنده قروش ما يدرس، ده ظلم كبير جدا. ونحن بنجاز ثوره حريه وعداله ومساواه، مش كده؟ فبالتالي مش لانه ما في النصاب، لانه بعد ذلك جات اجيال اصلا ما مهتمه بالسياسه وما عنده علاقه بجامعه الخرطوم بالمعنى، يعني بيجي يقرا يتخرج من الطب يتخرج من الهندسه دافع قروش ما عنده مشكله ولا بيجي. بالعكس يمكن مؤخرا معظم الطلاب اصبحوا بيهابوا حكايه انه كل شويه الجامعه مغلقه بسبب اركان النقاش، بسبب الحراك السياسي، بدل ما تخرج في 6 سنوات او 5 سنوات بتستمر الى 7 أو 9 احيانا. ف لا ما بسبب الناس اصبحت تتهيب بسبب العنف بتاع الاخوان، لانه شيء طبيعي هو مسمى اخر لكن هو نفس الحكايه. لا لا ما يعني الحراك السياسي انت طالب جامعه هنا نعم كليه اللغه الفرنسيه قسم اللغه الفرنسيه والناس شايفين الكتالونو ما في زول بيزعلوا، خليك من في كل الجامعات يعني في الاهليه مشوا حرقوا المكتبه ما في زول سالون كتلوا ود اللاعب ذاك الصادي ولا ما في اصلا ما بيزعلون ومعروفين الجامعه مليانه بالاضافه الى انشاء العنصريه طبعا والقبليه كلها. وبعدين ممكن يجي زول يعني يقول لك والله لا انا حفظ القران ينجح مثلا او كده، ايه العلاقه او ايه العلاقه؟ ما ده واحد من المعايير بقت انه عمل له امتحان لانه مجاهد لانه كان في الجنوب غير المهم يعني اختلت المعايير العلميه المعروفه فاصبحت المساله فوضى. وبعدين ما في زول بيسالون بالعكس بحمايه كامله، يعني في جرائم كثيره جدا تمت والناس عارفين المجرم الحقيقي منه ما ذهب، وده اخطر شيء في الدنيا الافلات من العداله. كل الجهد العالم ده ماشي انه اي زول يعمل جريمه يتحمل مسؤوليته ويدفع الثمن. فمش لانه الجامعه ما عايزه ديمقراطيه، يعني لما تمت في ظروف الديمقراطيه وجاء الاتفاق مع الجنوبيون النفاش وعمل اتحاد جات اتحادات كويسه، وانا ما عندي مانع يجوا الاخوان بالديمقراطيه. فبالتالي مش لانه الحراك، لانه بعد ذاك بقت ما في ثقافه يعني انه السياسه، لكن زي ما بيقولوا الجيل الكل بنقول هو قلب الطاوله وهو اللي قام بالثوره بتاعت ديسمبر. نعم. دي ثوره الشباب يعني، طبعا معهم الاحزاب الثانيه معهم قوه كثيره جدا. فبالتالي يعني استعاده الروح الديمقراطيه، لانه نحن ما كنا في الجامعه بنشتغل سياسه. يعني ما يفهم انه خلاص يعني، لا بالعكس زي ما قال لك في مسرح الجامعه لما نحن جينا ودخلنا يمكن كامل العصر رابطه ادباء الجامعه فيها منه؟ فيها صلاح احمد ابراهيم، محمد المكي ابراهيم، عمر عبد الماجد، محمد عبد الحي، عبد الرحيم، ما اسماء يعني ما فيها كلام، هلا عبد الغيوم بالضبط. يكفينا فخرا خرجوا هذه الجامعه، طيب صالح، ابراهيم الصلاحي، بروف عبد الله، طيب اليوم الرحمه، اسماء اعلام واعلام. ولا بد ان اذكر انه كليه الطب يمكن بتمويل سوداني وايضا من التاجر الايراني احمد هاشم البغدادي اللي اوقف كل ثروته لإنشاء هذه الكلية، لم تكن بتمويل بريطاني أبدا.
أستاذ كامل، بنسمع أحيانا في الشارع السوداني والله كان أحسن لنا الاستعمار، اللي عملوا الاستعمار ما في حكومة تانية عملته، على غرار مشروع الجزيرة، سكة حديدة اللي كان لها شأن، جامعة الخرطوم وعدد من الصروح الأخرى، كان للاستعمار بعض الإشراقات يحفظها الشعب السوداني كنوع من الجميل، رغم أنه فضل الحرية على ذلك. أكيد والله دي أصلا ما دار لها اثنين ثلاثة، يعني هسا أنا ما أعرف، لكن نحن كل ما تقدم بنا العمر كل ما أصبحنا زي يقولوا راشنال، يعني واقعيين، أنه أهل البريطانيين. بالمناسبة البروفيسور حسن عبدين عنده كتاب جيد جدا جدا، أنا شاركت في 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 قناة النيل الأزرق في حوار حوله، سماه سودانيون وإنجليز، وبيتكلم عن العلاقة الإنسانية التي ربطت الحكام الإنجليز بكثير جدا جدا من الشخصيات في ذلك الزمان، ورى أن الموضوع يعني ما موضوع بس بتاع استعمار، لكن في علاقات يعني تانية غير العلاقات الاستعمارية. يعني الاستعمار في أول حكمه كان متشدد، اللي هو الحكم بتاع كيتشنر، اللي هو كان حكم عسكري، ولكن لقدام الحكام العسكريين أصبحوا يعني شبه مدنيين. وصحيح لما يكونوا فتحوا مدارس كثيرة جدا جدا، هم بيكونوا دايرين الطلبة السودانيين يملوا الخدمة المدنية اللي هم فوق فيها، يعني مفتش مركز ومدير مركز، يعني يعني لمصلحتهم ومصلحة السودانيين. لما نعملوا مشروع الجزيرة لمصلحتهم ومصلحة السودانيين، يعني أنا ما أفهم أنه المزارع، وأنا ولد مزارع، كان أبواتنا لما نمشي المكتب الورق بدوا لهم بالإنجليزي، لكن الورق كان عادي جدا جدا ما فيه تزوير زي ما قال مهدي بشرة، يعني حقك بدوك له، لكنهم بيشيلوا حقهم بالقانون في القطن اللي اتعمل. جامعة الخرطوم سنة 1902 ما لها الطلبة الإنجليز، ولكن للطلبة السودانيين. 1902 قبل الجامعات، السكة حديد اللي هي 1898 دخلت قبل سنة 1900، ما عشان يركبوا فيها البريطانيين وحدهم، ولكن عشان يعني تنقل السودانيين وتنقل بضائعهم من محل لأخرى. نحن بالمناسبة لا بد أنه لما نتكلم عن البريطانيين نقول والله البريطانيين ساهموا في نشر المدنية في السودان، ولكنهم في نفس الوقت يعني عملوا حاجات كثيرة جدا جدا لمصلحتهم هم كبريطانيا العظمى، ولكن ما ننكر كله أنه عملوا أشياء أفادت أهل السودان كثير، خاصة يعني نشروا التعليم. يمكن دي كلام طويل جدا، هم ذاتهم يعني ما كانوا دارين المصريين يأثروا كثير على السودانيين، كان الأسر دارين يكونوا هم، وعشان كده كانوا ميالين جدا جدا، وكانوا زي بيقولوا هم سبورتيف جدا جدا لأولاد السودانيين، ما لأولاد المصريين ولا الوظائف يملوها المصريين. إلى أن إسماعيل أزهري يعني أعلى الاستغلال من داخل البرلمان. نعمل في القادم إن شاء الله، والقادم أحلى. نعم. الدنيا عيد. نعم. عاوزين عيدية. والله جدا عبد المنعم مقبل طلب، انت طوالي بتسالينا بتقول يا اخوان الجامعه زمان والجامعه هسه، انا بدي اقول لك بعض الابيات من السودان زمان والسودان هسه. جميل. وللاسف الشديد يعني انا اعيد على الناس اللي بيسمعوا فينا ديل، واقول لهم كل سنه وانتم طيبين، وما دار اقول لكم حاجات يعني محزنه، خاصه نحن هسه نستشرف عهد جديد، عهد ماشي على الديمقراطيه نحن افنينا عمرنا ده كله قايسين لها. أنا بالمناسبة كنت من قادة الجبهة الديمقراطية في جامعة الخرطوم من سنة أولى، ومهدي ده يعرف، وكنت بدخل الانتخابات وبدخل المجلس الأربعيني وبدخل الاتحاد منافحا عن الديمقراطية. الديمقراطية السودانيين كانوا لها قواسة شديدة، لكن أسا أنا شاعر بأنها ماشية علينا جاية، وإن شاء الله ربنا يوفق الثورة دي وحمدوك والفترة الانتقالية والفترة البعدة وتجد ديمقراطية. فالقصيدة بقول فيها بشكي ليك أنا يا زمننا،
بشكي لك أنا يا زمننا من زمن شال المحنة. لا بلوم في فرع غنى لا وتر من تاني رنة، والحنان يحليل وروح ما في زول تاني حنة. جفت الزهرة النضيرة والغصون انفض طيرة، الحبايب واللفات والأماسي كم العبيرة. الكلمات الحنينة ما لراحت وراح رنينة، والحبيب اللي كان بيزورنا نشتهيه ويشتهينا، ضمنا بفرص التلاغي لا بيسأل لا بيجينا. والزمان الزاهي مر وعدت أيام المسرة، فضلت الذكرى الجميلة نار توقد مرة مرة. حر خلاص هل السفينة وخوفنا بقرة نشوفها حرة، السماء طايقين مرارته كيف مع الجاي الأمرة. أزدل الإبداع سدوله وما فضل بس غير طلوله، الأعمار غنفضوا فاتوا وابتدوا الأغزام يطولوا. ويا وطن إيه هل نقوله مسرحك تضحك فصوله، يا وطن مالك ملك لك وماله أمرك ما بيسلك، كل من قم بيك تقعد وكل ما نحيك تهلك. يا وطن إيه هل نقوله، عاد نقول نضب المعين وفنن اندثرت حقوله، أم نقول كملوا اللي بغنوا أم نقول كملوا اللي بيقولوا. كانت أيام للخوالي حلوة طعمه ومستطابة، يا زمن رجعنا تاني كان فضل عندك عقابة. نحن منها مرتوينا ما لقى في البدر بابا، النوابق شتوا فاتوا خلفوا الأسى والرتابة. لا قصيدة تهز كياننا لا كمنجة ولا ربابة، لا ولد هز الشباك من تاني أو سجل إصابة. كورة ما في ولدا بعدنا للشباك أسدا مشابة، وفرح الأمة الجسورة الكورة العالم بها. العصافير الوديعة الراكة في ينبوع عمان أفردت جرحين طارت، وتاني خضاها الزمان في الفيافي وفي المنافي، أصله ما خلت مكان. انحبط صوت الموسيقى وانكتم حس الكمان، كانت أم درمان وديعة وليلة عامر بالحدايق. البقابلك كله ضاحك والبقابلك كله رايق، والحبايب الليلة فيها بجمال لفتوا الخلايق إلا ما قطعوا العنايق. كانت الخرطوم جميلة وليلة إلسل بالكهاري، المتاجر الضخمة تفتح لما فجر اليوم يقاري. الشجر ظال للشوارع، النوافير، النجايل، المغاي، الملاعب، محطة الوسطى كانت تلتغى الناس الحبايب. ناس تقالد وناس بتضحك وناس تقالد وناس تطايب، جاطت الدنيا الجميلة واصبح الساحة مقارب. دي أنا برسي فيها زمننا الجميل ده. ليه كده يا استاذ كامل؟ يعني الدنيا عيد، احزنتنا. والله انا احتزلت لكم في الاول. اعتذارك مقبول اكيد. الشجن حاضر ومطلوب والقادم احلى، بنامل دائما في السودان الجديد. سيعود كل شيء ليس كما كان فحسب ولكن اجمل باذن الله تعالى. باشمهندس، الشجن ده مشابك له جوانب عديده. جامعة الخرطوم رغم أنها أكملت عام 18% لكن لا تزال شابة وجميلة ومستحيلة كما كانت. بعض الطلاب، بعض الخريجين من فترة كنت استضيفتهم في واحدة من البرامج، إنهم بيحاولوا يعيدوها زي ما كانت، تأسيس من جديد، بناء من جديد وكذا. وين أنتوا؟ ما بقول قدام الطلاب على غرار قدام اللاعبين، لكن إسهاماتكم في صيانته وفي صياغته من جديد في اتجاه للكلام ده؟ أنا متواصل أنت بالزورة؟ أنا بالذات ما كنت مواصل كخريج، حتى بجيت من بحري بجي ماشي، بعد ما انتقلت من توتي لبحري يعني. أنا بجي ماشي بالكوبري بتاع الحديد ده، بجي بلقى دار خريجي جامعة الخرطوم. يوم واحد لا دخلت لنا، لكن أنا في السنوات الأخيرة صداقتي مع صديقي دكتور الصديق عمر الصديق اللي هو مدير معهد عبد اللطيف للغة العربية ومدير بيت الشعر الخرطوم، هو اللي رجعني للجامعة. بقيت أجيه هنا أحضر الندوة الأدبية بتاعته مرتين في الأسبوع في قاعة الشارقة الساعة 3، بقيت الساعة 2 نحضر الندوات الأدبية مع معهد مهدي بشرى اللي هو صديقنا وقريبنا ده، بقابله دائما هناك كامل مرتين ثلاثة برضو. فدي رجعتني للجامعة ورجعتني لأساتذة بعض أساتذة الجامعة
اللي هم دكتور الصديق، وحتى مبادرة أساتذة جامعة الخرطوم اللي هو على رأس البروفيسور منتصر كان مع مناقشتي معهم في الأفكار من أيام الحوار بين المجلس العسكري والحرية والتغيير، كان دخلين معهم وحضرت الندوة الورشة كامل بتاعت الحكم المحلي في نادي الشرطة وتكلمت والضباط الإداريين زي كده صفقوا لي، تكلمت عن التصور بتاعي في الحكم اللامركزي يكون حكم إقليمي وهسه حيكون إقليمي قالوا، وبتدل دي العلاقة بتاعت أسا في الجامعة. وبرضو حضرنا فعالية بتاعت زي ما قلت تعمير الجامعة، وإن شاء الله لنا ما نخش في الكلام ده، هسه أنا شايف كده ما عجب الشكل ده ذاته كله يتصلى ولا النجيلة ولا بتاع، وبالتالي إحنا كخريجين ملتزمين إنه نعم. ملتزمين إن شاء الله من هذه اللحظة إنه نحن نساهم في إصلاح جامعة الخرطوم من ناحية بتاع التعمير وكذا. اللي لفت نظري في حديث واحد من ضيوفي اللي كانوا معي لا أذكر في اللي هم اللي بيقودوا ثورة الجامعة لسيرتها الأولى، إنه بيقول لك يعني حتى قديما طالب جامعة الخرطوم هو منضبط في سلوكياته وفي أخلاقه وفي هندامه وفي شكله، الآن قال يعني زار الجامعة فبيجد مجموعة من الصغار بتجاروا بيلعبوا، كأنما حتى الهم لطالب جامعة الخرطوم ليس كما سبق. هل ممكن يحصل التبدل إلى هذه الدرجة في الإنسان وفي المجتمع؟ قال لك بروفيسور محمد المهدي بشرة قال لك أصل زي ما قال شيخهم ذاته الناس على دين ملوكهم، فسد الحاكم فسد الرعية. المسألة كلها هي من النظام البائد اللي هو إنه يعني زي ما قال لك حتى في الانتخابات، يعني انتخابات طلاب جامعة الخرطوم دي كان مثال زي ما قال كبير بروفيسور يونس اللمين، وانتخابات النقابة الأساتذة وانتخابات الطلاب، لكن لما جاء الحكم العسكري البائد طبعا من البداية جاء بتخويف وجاء بتخويف بالأمن وجاء بإرهاب وبالرأي الواحد، وبقت ما فيش انتخابات في أي شيء، لا انتخابات بتاعت البلد ولا انتخابات بتاعت نقابات ولا انتخابات بتاعت الطلاب ولا انتخابات اساتذه ولا اي حاجه، يبقى معناها دي التربيه اللي رباها العهد البائد. لكن اسي بعد ما جات حكومه الثوره هتبدا تربيه جديده زي ما قال الناس على دين ملوكهم، بس الملك جديد والملك بتاع ديمقراطيه والملك بتاع حريه وسلام وعداله، ودي الوقت هتمشي البلد في الاطار ده، ولما البلد تمشي لقدام بتاع اصلاح حضاري أو إصلاح تعمير وإصلاح ديمقراطي وإصلاح ثقافي وإصلاح سياسي، و2002 تجي وتجي انتخابات حرة والأحزاب تنظم نفسها، قطعا السلوك بتاع الشباب حيتغير والسلوك بتاع الطلاب حيتغير مع كثير من الآمال والتفاؤل. علي جيلكم وجيلنا أو هذا الجيل بصورة عامة كان مغضوب عليه قبل الثورة من كل المناحي، بعد الثورة أصبح له شأن آخر، ده الجيل اللي أحدث التغيير واللي عليه المسؤولية وعليه الأمل لبكرة في كل المجالات خاصة في مجال الفن، بالفنون ترتقي الأمم. الجاي صعب طبعا، يعني بعد الثورة والحريات جات بقى في يعني متنفس للشباب إنه يبدعوا في مجالاتهم، يعني أكثر من الكبت اللي كان حاصل في الأزمنة الفاتت، يعني فبقى في حرية في التعبير حتى في كل المجالات، يعني كل هذا الكم من الإنتاج والفنون والفنانين، ولا زلنا في أي مناسبة وطنية لا نملو غير اليوم نرفع راية استقلالنا. إحنا بنغني القديم ما في جديد، دائما القديم جميل ليس بجودة القديم. لا كيف ما تظلم، هذا رأي النقاد وليس رأيي. عفوهم على ولما يعني أصبح ده النغلي بتاع عبقي مارقة، نعم أصبح بقت مساوية حياة وموت ما فارقة، كيف اسمعي بتاع قناة بكرة دي الغنى اللي كان في الغيادة ما تأثيره بذات اليوم نرفع راية استغلالنا ذا نفس المستوى، ما دجيلون هم مختلف ولا جنوها كامل. هو شوفي أنا أقول لك حاجة، اسمعي اليوم نرفع راية استغلالنا عبد الواحد عبد الله يوسف الملحمة أبو الأمين، لا ما الملحمة الاكتوبريات والملحمة والاستقلال، أنا بتكلم عن الشعراء. نعم. الملحمة هاشم صديق ما كان في جامعة الخرطوم. نعم. لكن بتكلم لا نتحدث عن جامعة الخرطوم فحسب في تلك النقطة، بصورة عامة الغنى الوطني واتهامات الشباب دائما بأنه الجديد لا يوازي القديم ليس بجودة القديم، اتهام دائما ملقى على الشباب. والله شوف أنا أقول لك كلام، يعني فعلا الجيل جيلنا نحن
والجيل السبقنا يعني صلاح احمد ابراهيم و محمد المكي ابراهيم والنور عثمان البكار وعبد الواحد عبد الله يوسف ومحمد عبد الحي وزير عباس عماره نعم. وشمس الدين حسن خليفه ده حقيقه كتبوا شعر اجمل من كتبنا نحن. جينا نحن كتبنا احسن من الشعر بتاع الجنريشن اللي ورانا. يعني انا ما اعرف الشعر ماشي في ضعف اقول لك يعني بصراحه. يعني اسال الاولاد ديل زي ما قال لك هو مدينة النخلي ما شاب مدينة النخلي من الناس اللي يعني في تقدر تقول عليهم من الجيل المالي. لكن الجيل حق ولدنا الفنان ده فيهم شاب اسمه محمود الجيلي ده شاعر يعني رهيب جدا ومن طابة اظنه صحيح يا محمود محمود الجيلي بتعرفيه طبعا ديل والله محمود الجيلي ده لو معاه انا 4 5 من جيله هو بيكتبه مع الكلام ده نحن بس ما قاعدين نسمع له. الإشرافات الشبابية موجودة والقادم أحلى لكن دائما نحن لما نتحسر على الماضي بنسأل وين الخلل؟ ليه الحاضر بيكون أجمل؟ وليه الناس ما تعيش في الحاضر أكثر؟ وليه دائما الاتهامات لهذا الجيل اللي غاد التغيير ومنحنا هذه اللحظات وحنا أقول لك بحرية. ليه؟ لأنه في النظام البائد 30 سنة نعم. ممنوع تسجيل أي أغنية جديدة في الإذاعة. أي أغنية أم أي أغنية وطنية؟ أي أغنية. اي اغنيه الاذاعه وقفت 30 سنه مش كده 30 سنه ما في اغنيه تسجل عشان كده بناتنا واولادنا مشوا على الغنى الثاني على السوشيال ميديا واليوتيوب وكان واليوتيوب امثل الحمد لله على الميلاد الجديد للسودان والحديث عن جامعه الخرطوم لن ينتهي ولا يمكن ان يحل ببعض الدقائق كمعتاد الزمن هو فيصل بيننا لا. أنا سعيدة جدا بحديثكم الطيب وبإطلالاتكم الجميلة على قناة الهلال وإن شاء الله القادم أحلى نواصل الحديث عن أروقة الجامعة عن المعاهد عن المراكز التي تضمها عن دار النشر والطباعة عن كل المواقف المؤثرة في تاريخ السودان الكبير سعيدة بك جدا بروفيسور محمد البهدي بشرى كالمحتاض ضيف أنيق علينا أنا عايز أضيف لك حاجة صغيرة معلش تفضل عن دور الخريجين نعم وأحكي لك واقع نعم اخونا دكتور سيوري عميد كليه الهندسه حكى لي يعني الخريجين في امريكا خريجين الهندسه بتاع الكافتيريا وقف قال ما حاشتغل لانه السندويتش بيقى غالي الطلبه بيدينوا ما بيدفعوا فسيوري اتصل بالخريجين في امريكا في يومين رسلوا لي 100 مليون وقال لي حرسل لك ثاني اي مبلغ وده الحال عندنا احنا ولو كامل ده في خريجين هنا الاقتصاد والعلوم الاجتماعيه كنا بصدد انشاء مكتبه وطابق في كليه الاقتصاد واصل خريجين داخل السودان وخارج بيلعبوا دور كبير جدا وده بوري الانتماء لجامعة خرطوم انت سالت سؤال مهم عن دور الخريج يعني ليه لا موجود وفي تعاطف كبير جدا ونعيدوا سيرتها الاولى يعني في مشروع هسه يعني في خريجين قالوا هيعيدوا الكلينيكال حطموها في القياده الهجوم على القياده فالخريجين دون دور كبير جدا ماشيين فيه ان شاء الله يعني ان شاء الله وشكرا لك للاستضافه يعني شكرا لك انت لحضورك الانيق ونلتقيك ان شاء الله في مساحات اجمل وارحب استاذي كامل عبد الماجد دوما اطلالتك عيد كل سنه وانت طيب دار اقول لك بكل صراحه نعم يعني دار اشكرك ليس الشكر المجاز اللي بيقولوه الناس يعني يعني مجامله كده وبتاع لكن دار اشكر قناه الهلال شكر حقيقي وانت ممثلاه وهذا التيم الراغي اللي يسع هم غرابه العشره بالكاميرات وبالحاجات جلسونا في جامعه الخرطوم في مكتب جامعه الخرطوم نحن الان وفي صرح جامعه الخرطوم الذي يعني ترعرع فيه اباؤنا وجينا احنا ترعرعنا فيه واولادنا من خلفنا ترعرعوا والله انت الليله عملت حاجه عجيبه جدا جدا والغناء عملت حاجه عجيبه انك يعني كان ممكن تكون في الاستوديوهات بغادي صحيح. لكن طعمها بكون اجمل لما تنقلوها هنا للجامعه دي بشكر منتجنا مهند ضمره ومخرجنا عادل والله كان فكرتهم انه بما نتحدث عن الجامعه يجب ان تكون هنا في الجامعه بشكر الاستاذ ممدوح ايضا اللي سهل لنا التصاديق وكذا من والله نشكركم من كلكم والله نحن يا اخواننا والله بنجي ماشيين بشارع الجامعه ده انا تقريبا 20 سنه ما دخلتها فاللي انا دخلت والله العظيم الشحنه بتاعت الحنين نعم يقولوا النوستالجيا والانفعالات
والله تملكتني بصوره يمكن الليله ما اقدر انوم. لذا كانت دمعه الشجن والله والله اهم والله. حاجه التداعيات دي والله العظيم تاتي بقصيده جديده والله. انا اول ما دخلت العربيه حقت الاستاذ قدامي فوقفت قدامه ومشيت لحد كليتنا ودخلت جوا وتاملت الغاعات التي يعني كنت اجلس عليها. نعم والله في تلك اللحظه ادمحت وهي شافت يعني دموعي. ان شاء الله دموع فرح دائما وان شاء الله الغادم احلى وما تنقطع عنها. لازم الجامعه محتاجه لكل الخريجين ولكل اللي اثروا في مسيرته في مسيره السودان والغادم احلى بوجودكم اكيد. استاذي البشمهندس المستشار عبد المنعم محمد علي، انا الحقيقه في غايه السعاده طيب في هذه الجلسه الطيبه لانه قاعد في جامعتنا الجميله المستحيله قدام المكتبه كما قال كامل ومع يعني اصدقائي وزملائي اللي كانوا عاصروا معي كامل ونحن نقول مهدي بشرى كده ساي حافي ساي. وكذلك انا بشكر القناه بتاعت الهلال اللي تحت هذه الفرصه، لكن الشكر الاول هو لصديقنا ممدوح لانه الحقيقه ممدوح انا قبل كان المفروض لما قلت دخلوني في المبادره بتاعت اساتذه جبل الخرطوم انا قلت رئيس المنتصر، لكن الفضل الاول هو لممدوح لانه انا هو صادقته بواسطه الدكتور الصديق وهو دخلني في المبادره بتاعت جبل الخرطوم ومشيت حضرت الندوه زي ما قلت لكم بتاعت الحكم المحلي وهو ذاته رشحني لهذه الجلسه. والشكر الاول ل عايزين عن شكره باختباره بسهل امر الاعلاميين وكل تصديق. والشكر نعم. ايضا لقناه الهلال وليك انت تكرم على بعض وفعلا جلسه طيبه بوجودك اكيد بوجودك وان شاء الله في مساحات اجمل نلتقي ونوقع دفتر الجامعه الكثير من الذكريات والكثير من المواقف البطوليه والمواقف اللي رفدت السودان بحاضر اجمل. الفنان الشاب علي الساجوري جملت الجلسه اكيد وعيدنا معك كان احلى وشاكرين حضورك وكل الامنيات لك بالتوفيق. انا يعني سعيد جدا بالاستضافه الجميله وبحيي كل الاساتذه والدكاتره موجودين. تحيه للقناه برضو على الفرصه الجميله انه دخلنا وغنينا في جامعه الخرطوم. وتحيه للفرقه الموسيقيه بقياده الاستاذ اسماعيل عبد الجبار، وليد على البيانو، صدام في البيز، محمد في الايقاع، صديق عبد الجليل عود. وبحيي كل المشاهدين اللي تابعونا وان شاء الله يكونوا استمتعوا معنا يعني. وتختم لنا بايه؟ حنختم في شاطئ طابلين السمر كلمات الشاعر شاعر الحقيبه السيد عبد العزيز الحان كروما. اذا في جامعه الخرطوم طابلين السمر، نحن نحولها كده. شكرا لك ايضا ولفرقتك الموسيقيه واكيد حضورك اضاف الى هذه المساحه الكثير والكثيره. تحيه لكل اللي تابعونا ايضا من خلال هذه المساحه من خلال هذه الفتره المفتوحه. حاولنا انه نلقي الضوء على جامعه الخرطوم وسيرتها العطره على مدى الازمان تظل شامخه مهيبه اكيد ليس فقط كصرح عملاق في السودان ولكن في افريقيا والشرق الاوسط. جامعه لها ما بعدها بكل الحراكه الموجود فيها بالثوره السياسيه الفنيه الثقافيه الاقتصاديه اللي قدمتها ومن ثم قدم ابنائها لكل العالم اجمع ليس فقط للوطن العربي او لافريقيا او للسودان. ان وفقنا في ذلك فالحمد لله وان لم نوفق جدوا لنا العذر. هي محاوله بسيطه منا اسره قناه الهلال للمعايده عليكم من خلال هذا الصرح العملاق كما ذكرت. اذا شكرا للمتابعه، شكرا لكل الزملاء القائمين على امر هذا العمل والى جديد الملتقى. كونوا دوما على الموعد. اسم الودي خلينا لي وقت السحر الطقس صحوي في جو بديع لا فيه بريد لا فيه حر هي غنيني انشود الربيع فصل الربيع يا ما سحر.
ونشوت الربيع وفصل الربيع يا ما سحر. غنيني ونشوت الربيع فصل الربيع يا ما سحر. رفرف على الأفق الوسيع اسمع تسابيح النهر في الشاطئ طاب لنا السمر حبيبنا قال. البدر طلع على النجوم في العالم ضياء انتشر أن إحنا جالسين في ضفاء في ليلة داك نطق الوتر. أي تيار يعلو وينخفض مع موج كم سبحات كر. تيار يعلو وينخفض مع موج كم سبحت فكر. أين أشوانا خمر الفنون سابحة ما خمرت فكر. في الشاطئ طاب حبيبي أمل النفس والشي المنتظر أنت السعادة بأكملها يا أرقى أنواع البشر. الليل هدى نام العدا وساد الوصال سعدة قعدتنا لازم تحضر. الجلسة لازم تحضر. نحب بعض مؤكد عندك تمام ولا مش كده. نحب بعض بمؤكدة عندك تمام ولا مش كده. أيو مالي مالي وما
مال كده ويا جميل انا مالي ومال كده بحب عاطي مؤكده 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 عندك تمام ولا مش كده